مرحبا، كيفكن؟ اليوم بدنا نعمل مع بعض انا وياكم طريقة تحضير فراريج مشوية بالفرن بتتبيلة رائعة كتير كتير طيبة، كأنه مشويين على الفحم. شايفين منا شكل بشهي، تتبيلة روعة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. هون بعد ما قطعت الفراريج هلا بدنا نجهز الخلطة. نبلش بالخلطة. أول شي منحط ملعقة طعام ملح، ملعقة طعام بابريكا، ملعقة صغيرة بهار البصل، بصل ناعم، ملعقة طعام عصير حامض، ملعقتين طعام خل، ملعقتين طعام زيت نباتي، ملعقتين طعام دبس الرمان، دبس الرمان بيعطين حرقة كتير طيبة كأنه مشويين على الفحم. تقريبا 3 معالق طعام دبس البندورة، صلصة البندورة. كمان بحط ملعقة صغيرة من الزعتر البري، بيعطي نكهة كتير رائعة. عنا كمان 7 حبات ثوم بنحطهم فوق الدجاج، ملعقتين طعام لبن زبادي، ملعقة 2، بنحركهم منيح مع بعض. هلا بحطهم بصينية الفرن، بدخلهم على الفرن على درجة حرارة 220 من الأعلى والأسفل. هول الفراريج المشويين اللي عملتهم أنا وياكم بالفرن، أخدوا معنا بالفرن حوالي 50 دقيقة. هيدا الشكل النهائي، عملت على جنبهم رز كبسة. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو. والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.